من طريقي. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في طريق الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله بديع السماوات والأرض سبحانه جل في علاه، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب وحبيبكم رسول الله. ما تصلي، اللهم صلي على النبي محمد. في طريق الجنة وفي وصف الجنة تحت عنوان النعيم النفسي. يا أخوانا، النعيم النفسي في الجنة يعني عالي جدا، غالي. النعيم المادي ممكن الواحد بيأثر نعم على الناحية النفسية، ولكن احنا عندنا حاجات في الجنة كده بتخليك تصل إلى قمة وذروة النعيم، قمة وذروة النعيم بالدرجة التي لا نستطيع في الدنيا أن نصل إليها أبدا، لأن درجات الجنة عالية. فالجنة من ضمن نعيمها النفسي والراحة النفسية هناك أنها أبدية. الجنة فيها خلود، هي أبدية الجنة وخلود أهلها، أبدية الجنة وخلود أهلها. ولذلك تجد مثلا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر في القرآن العظيم أكثر من 30 مرة كلمة الخلود، أكثر من 30 مرة كلمة الخلود، ومقترنة بلفظ أبدا بالأبدية يعني حوالي 9 مرات، حوالي 9 مرات. ليه؟ عشان يحسسك إنك في راحة، إن النعمة مش هتزول منك. لأن ممكن يكون الواحد عنده الأشياء لكنه خايف للنعمة تزول منه. اسمع ربنا بيقول إيه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. آيات عظيمة تريح لك قلبك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. حد أصدق من ربنا؟ قل صدق الله، صدق الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، عن الحبيب الرسول النبي، حبيب وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أن الموت يؤتى في صورة كبش أملح، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيرفع بين الجنة والنار، فينادى من قبل الله أو ينادي منادي: يا أهل الجنة، فيشرئبون بأعناقهم، يعملوا كده وينظرون، يعني بص كده، ثم يرفع لهم الموت، يقولون: أتعرفون هذا؟ إنه الموت. ويأتي النداء إلى أهل النار: يا أهل النار، ربنا يعافينا وإياكم، فيشرئبون بأعناقهم، فيقولون لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: إنه الموت. ثم ينادي منادي من قبل الله جل وعلا بعد أن يذبح الموت، يؤمر به فيذبح. تخيل الموت هيموت، الموت هيموت. بعد ذلك تجد إن أهل الجنة ارتاحوا قوي، خلاص بقى أبدية الجنة وخلود أهلها، ما عادوش هيخافوا من الموت. ما أنا قلت لك بيبقى الواحد في نعيم، لكن شوية كحة وشوية مرض ينيموه. إذا تعبت أذنه يقول: والله العظيم ما فيش أشد من ألم الأذن. إذا وجع أسنانه يقول: والله ما في أشد من ألم الأسنان. عينه يقول: والله ده صعب جدا العين. كل شيء في الإنسان تلاقي فيه منغصات. فما ظنك بقى بالموت؟ أول ما يموت تنقلب الكآبة على البيت كله، فين النعيم اللي كان بيتنعمه؟ يا رب تب علي وعليكم،
قولوا آمين آمين رب العالمين. أيها الأحبة، أهل الجنة يرتاحوا بقى، لأنه أصبحوا في خلود كما قال الله جل وعلا: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. إذن نعمة لا تزول، راحة نفسية. طيب، أهل الجنة خلي بالك بقى من الحتة الجاية دي: كلما ازدادوا مكثا فيها ازدادوا حبا لها. الله 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 الله، فعلا كلام لازم نقف عنده كده. ما تسمع كده بقى الآيات اللي تدلل على إن أهل الجنة كل ما يمكثوا فيها يزدادوا فيها نعيم، يزدادوا فيها حب. اسمع ماذا يقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ركز، ما انت بتقراها بتقراها في سورة الكهف، بس لما تركز فيها قوي تعرف ان ده لوحده نعيم عالي قوي. اسمع ماذا يقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كل ما يمكث يحب، كل ما يقعد في الجنة يزداد لها حبا. الله الله، ده من ضمن النعيم النفسي وانشراح الصدر. حتى الفاكهة كل يوم تفاح، يا عم حد بيشوفه أصلا؟ كل يوم موز، كل يوم مش عارف إيه. هنا في الجنة لا، كلما أخذت حبة من الفاكهة وأتوا به متشابها، بس الطعم يتغير إلى أعلى وإلى أجمل وإلى ألذ. مش ممكن تاخد حباية بطعم التانية. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ده نعيم وراحة نفسية. أيضا بالنسبة للزوجة تزداد حسنا وجمالا. شمعنا احنا يعني؟ تمه الزوج برضو بيزداد حسنا وجمالا. انت عارف كلما صرفت طرفك عنها وعدت إليها تلاقيها زادت حسن وجمال. دي الحاجة اللي تخلي الواحد يوحد الله ويصلي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي ان المرأة في الجنة الله جل وعلا أنشأها بيده، أنشأها مرة ثانية. وخلي بالك يا مسلم ان الجنة من ضمن الراحة النفسية فيها أن الله جل وعلا خلقها بيده. ما احنا عارفين كما روى الحاكم والإسناد صحيح أن الله سبحانه وتعالى من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله أربعة أشياء بيده، خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وآدم عليه السلام، العرش وآدم عليه السلام، والقلم وعدن. وعدن تاني، الله خلق أربعة أشياء بيده: العرش وآدم والقلم وجنة عدن. إذن أنت في الجنة في مكان خلقه الله جل وعلا بيديه، لأنه إذا رأينا شيئا من الأشياء التي خلقت بعد ذلك، طبعا بعض الناس يقول طب الأشياء الأخرى، قال الله سبحانه وتعالى لها كن فيكون، أما سائر الأشياء فقال الله لها كن فكان. طيب أنت لما تقعد في دار خلقها الله بيده، ده إيه ده؟ ده أنت لما بيصنع لك أفضل مهندس كده في العالم بيروح يجيبوه عشان يصنع الفيلا بتاعت فلان وعلان أو مقبرة السيد الرئيس أو الكلام ده، بتجد الجمال في المسألة. فما ظنك ببديع السماوات والأرض؟ اسمع العبد الصالح بيقول إيه: وعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها. وعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها. جارك النبي ولا أنشأها الله؟ بس يا شيخ أنا عاوز أقولك على حاجة، إحنا بنتمنى في الجنة إن يكون عندنا ذرية ولاد بقى. خلي بالك
إن الذرية بتاعتك هتجيلك، وده من ضمن النعيم والراحة النفسية. ربنا يقول إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله الله الله، يعني راحتك لما تلاقي ابنك داخل عليك، راحتك لما تلاقي بنتك معاك، راحتك لما تلاقي زوجتك يعني معاك في الجنة. يعني ليه راحة؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل نفس أو كل امرئ بما كسبت رهين. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا جعل في الجنة رضا، جعل في الجنة راحة، ويكفي أن الله رضي عنا. يعني رضا الله عنا ده راحة نفسية، انشراح صدر. مش ربنا سبحانه وتعالى لما العباد يقولوا له يا رب ارضى عنا، فعاوز يريحهم بقى ويخلوهم في راحة بقى، ما بعدها راحة أو بعدها ستكون الراحات بالنظر إلى وجه الله الكريم، ترتاح ولا لا؟ ترتاح ولا لا؟ مش بقول لك الجنة غالية والجنة عالية واللي فيها أفضل من الدنيا وما عليها. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. وغدا نلتقي في لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية.